السلام عليكم الاخوان، كيف نتوما؟ لاباس بخير، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم جيت نوريكم هذه القطعه ارضيه في جهه العوامه الجمهوريه. هذه القطعه هذه فيها جوج فرشادات، المساحه ديالها 77 متر. انا نوريكم بالضبط فين جات. كتبدا من هنا مع هذه الحاشيه ديال الاساس، ديك الحاشيه ديال الاساس كتجي فحال من هنا حتى من هنا ثلاث اتجاهات. من هنا كتعود فحال هكذا، كاين الزنقه، الزنقه ما جاني يعني عندها جوج فرشادات. ها الزنقه الاولى، هذه الزنقه الاولى، وهذه الزنقه الثانيه هي هذه. دابا غادي نخرجوا للشارع الكبير باش نوريكم شحال قريبا الشارع الكبير. ها الشارع الكبير فين هو، وفي كاين ديك ديك السوربيات قريبة قريبة بزاف من الشارع. الشارع الكبير، المهم الاخوان قلنا الشارع الكبير فين هو، قلنا المساحة ديال اخوتي 77 متر، الثمن ديالها 36 مليون، 36 مليون. ما تنساوش تعملوا الاشتراك للقناة ودعمونا باش كتوصلوا بالجديد، فيما كنشر شي حاجة جديدة اوتوماتيك كتطلع عندكم. عملوا الاشتراك للقناة، اضغط الجرس. الاخوان هادي الجمهورية، العوامة الجمهورية. غادي نجيو من الجهة التحتانية، مش غادي عاوتاني نشوفو من جهة اخرى، عاوتاني شارع اخر عاوتاني من تحت. قريبا الشارع بزاف بزاف. هنا الزنقة، الزنقة صافي. الاخوان الرقم ديالي هو 06-00-19-06-90. دايما كيكون الجديد، دايما عندنا الجديد، عندنا بارطماس نبيع، عندنا فيلات الاراضي محافظة في تجزئة في سيدي ادريس في المرس، عندنا الاراضي، عندنا الديور نبيع مغوغه كبيره، كاينه المرس، كاينه سيدي ادريس. صافي الاخوان عملوا الاعجاب للقناه باش ما كننزلش حاجه اوتوماتيك كتطلع عندكم. كما قلت لكم القطعه الارضيه هي هذه، يعني كتبدا من الاتجاه هذاك حتى كتمشي هيدا. الرقم ديال الهاتف ديالي انا كنت عملته هنا، هذا هو الرقم الهاتف ديالي 06-00-19-06-90. ها هي اللاصقة مع هاد الأساس، هذا بالضبط اللاصقة معاه. الشارع فين هو الأخوان؟ وهنايا يعني الرخصة، ما الرخصة ما كاينة شي، ولكن بس كاتبني، بس كاتبني. تما كتشوفو كلشي باقي جديد، كلشي باقي جديد هنا، الديور كاملين جدادين هنا. صافي الاخوان اللي بغى هاد القطعه هادي اتصل بيا. صافي وما تنساوش تدعمونا في القناه، تعملوا الاشتراك صافي، ودائما كيكون الجديد ان شاء الله، دائما عندنا الجديد الاخوان. السلام عليكم. او الارض هادي ملكيه ماشي محافظه، ملكيه. الاخوان اللي كيسقسوني واش محافظه ولا ملكيه، هادي الارض ملكيه. هادو شي الناس احتاجوا فلوس بغاو يبيعوها بهذا الثمن. صافي الاخوان، السلام عليكم، نهاركم مبارك سعيد اخوتي.